من التراث العربي. بدائع البدائع لابن ظافر الأزدي. مؤلف هذا الكتاب هو جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر الأزدي، وزير الأشرف، أحد ملوك بني أيوب. كان مولده في القاهرة سنة 67 أو 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ الأدب وبرع فيه، وقرأ على والده الأصول، وبرع في علم التاريخ وأخبار الملوك، وحفظ في ذلك جملة وافرة، ودرس بالمدرسة الكاملية بمصر بعد أبيه، وترسل في الديوان العزيز. وكان يعاصره كثير من الأدباء والشعراء، وانعقدت بينه وبينهم أواصر المودة وأسباب اللقاء، منهم عبد الرحيم بن الحسن البيساني المعروف بالقاضي الفاضل، والأسعد بن ممات ناظر الدواوين بالديار المصرية، وهبة الله بن جعفر المعروف بابن سناء الملك، والعماد الأصبهاني الكاتب صاحب الخريدة، وأبو اليمن الكندي إمام النحاة في عصره، وغيرهم من الفضلاء. وكانت له عدة مؤلفات، منها أساس السياسة، أخبار الدولة السلجوقية، أخبار الشجعان، بدائع البدائع، كتاب التشبيهات، وأخبار الدول المنقطعة، وذيل كتاب بدائع البدائع، وكتاب من أصيب واسمه علي وبدأ بعلي بن أبي طالب، وكتاب مكرمات الكتاب. من التراث العربي بدائع البدائع لابن ظافر الأزدي. يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة يقول فيها: اللهم أسبل علينا سترك الجميل، وأسبغ لدينا عطاءك الجزيل، وامنحنا رضاك الذي هو غاية التأميل، واكفنا سخطك الذي هو النهاية في التنكيل، واحرسنا بعينك وأيدنا بعونك، واكنفنا بعزك وصننا بحرزك، ووفقنا لذكرك وأعنا على حمدك وشكرك، فإنه لا توفيق إلا منك، ولا عون إلا بك، ولا صيانة إلا من عندك، ولا حراسة إلا لمن شملته بعنايتك، ولا سعادة لمن وسعته رحمتك. اللهم إنك أمرت فعصينا، ونهيت فما انتهينا، وأضأت فما اهتدينا، وسننت فما اقتدينا، وندبتنا إلى القرب منك فأبينا، ثقة بأنك رؤوف رحيم، واعتمادا على أنك لطيف حليم، وسكونا إلى أنك عطوف كريم، فلا تخيب فيك الظن، ولا تكذب فيك الأمل، ولا تقطع أسباب الرجاء، ولا تكلنا إلى إقامة الحجة فإنها ضاحضة، ولا إلى بسط المعذرة فإنها قاصرة، وشفع فينا خاتم أنبيائك الذي هو سيدهم حقا، وآخرهم بعثا، وأولهم خلقا، محمدا الذي شرفت قدره، وشرحت بالنور صدره، ورفعت ذكره، وأذهبت عسره، وأثبتت يسره، وملأت بالنور سره وجهره، وصل عليه صلاة تزيده نورا على نور، وتهدي لروحه الروح للسرور، واجعلها لنا تجارة لن تبور، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ورجوم الردى، وسلم تسليما. وبعد: فقد كنت في صدر عمري وبدء أمري نشطت لجمع أخبار الشعراء في البدائه والارتجال، ومحاسن أشعارهم في مضايق الإسراع والإعجال، وسجعت منها حكايات لم يرقمها في الطرس بنان، ولم يطمسها قبل إنس ولا جان، فأوقفت عليها صدر ذلك الزمان، وسيد فضلاء ذلك الأوان السيد الأجل الفاضل أبا علي عبد الرحيم بن الحسن البيساني رحمه الله، فحثني على الازدياد منها والتطلب لها والبحث عنها، فاجتمع من ذلك جزء أحكمت تربيته، وهذبت تبويبه، وسميته بدائع البدائع، ورتبت الأخبار في كل باب منه على ترتيب الأعصار، وأعلمت كل حكاية أن ناظم دررها، وناثر جوهرها، ومؤلف كلامها، ومثقف قوامها، كانت مسندة مسلسلة أو مهملة مرسلة، بأن قلت بما هذا معناه، وكل حكاية لي فيها عمل شعر أو اشتراك مع بعض الشعراء اقتصرت في إعلامها على ذكر اسمي فقط، وإن كانت مسجوعة فسجعها مما وش خاطري وشائعه وأبدى بدائعه. فلما رأى ما اجتمع منه سر به واغتبط، وأكرم نزله فارتبط، وشرفني على صغر سني ونضارة غصني بأن أنتسخه لخزانته، وحباه بحفظه وصيانته، ولم يزل ذلك الجزء عني منسي الذكر وعندي خامل القدر،
حتى مثلت بالجناب العالي المكي الأشرفي، هو الملك الأشرف موسى بن محمد العادل بن أبي بكر محمد بن أيوب أحد ملوك الدولة الأيوبية بمصر والشام، أعز الله سلطانه في سنة 360، وذلك قبل أن أتمسك بحبله وآوي إلى ظله، فجرى في مجلسه ذكر هذا الجزء فحسن من خاطره موضعه وجل عندي موقعه فرسم لي نقله. وقد كنت في زمن فتوتي جمعت أخبارا كثيرة قارب حجم الجزء الأول مجموعها وفاق على كثير منه مسموعها، فجمعت شمل الطارفة بالتليد والقديم بالجديد وأنفذت به إليه وأوفدته عليه. ثم إنني بعد ذلك التقطت فرائل لم تظفر بمثلها الأصمات، جمع صمت هو خيط النظم يحمل الجواهر. ثم إنني بعد ذلك التقطت فرائل لم تظفر بمثلها الأصمات، وهو شائع لم تفز بشبهها الأصفات، والأصفات جمع صفت هو الجوالق، وبدائع لم يلق بقدرها الإغفال، وغرائب لم يجز بجمعها الإهمال. فدعتني النفس الطموح إلى أن أنثر ذلك النظام وأهصر ذلك القوام وأضم شمل هذه الفرائد الجنية القطاف المقومة الثقاف إلى تلك الفرائد المنتظمة العقود المنمنمة البرود، وجعلت أفكر في ضعف الغرائز البشرية والجبلات الإنسانية ورغبتها أبدا في الزيادة وحرصها على بلوغ الغاية واغتباطها بالشيء، حتى إذا حصلته وظفرت به وأنشبت مخالبها فيه مالت إلى الملل وخلقت بسآمته العلل وطلبت ما يرتفع عنده وسخطت ما كانت رضيته منه، ونفسي تهون خطب التنقل وصعب التبدل والتحول، وترغب في تتميم الناقص وجمع المتفرق وضم المنتشر المتبدد، وتقول لا بد لكل ثانية من ثالثة، وتعد بأنها لا تعود في عقد هذه العزيمة نافثة، وتنشد قول القائل ولربما نثر الجمان تعمدا ليعود أحسن في النظام وأجمله، وتقيم العذر بأن تلك النسخة وقعت بين سمع الأرض وبصرها حيث لم يوقف على أثرها ولم يسمع بخبرها، وضاعت بين الباب والطاق ولم تظفر بقبول ولا نفاق. ولو كانت حصلت في الخزائن المولوية السلطانية الملكية الكاملية النصرية شرفها الله لتوشحت صدور مجالسه بعقودها، وتزينت معاطف مذاكرته ببرودها، ولدارت كؤوسها وجليت عروسها، ولأشرقت زواهرها وعبقت أزاهرها، ولصارت شواردها وطارت أوابدها، كيف لا، والفضل بمجلسه قد طنب خيامه وشق كمامه وأسكب غمامه وأفغم رياضه وأفعم حياضه، وهو أدام الله أيامه ولي العهد ووارث الملك وواسطة السلك، وهو الذي صارت قصائدك إليه وأحلتك أمالك فيه لديه، فعلى باله تخرجت ومنه تدرجت، وإليه لما نبت بك البلاد عرجت، فرجعت إلى الجناب العالي الذي أطلع هلالك حتى صار بدرا وأجرى جدولك حتى عاد نهرا، ورأيت منه ملكا إلا أنه بشر، وأسدا إلا أنه قمر، وبحرا إلا أنه يسط من سيفه بنهر، ولقيت منه بعض العطاء الذي يسخر مده وليس الصفاء الذي يحذر شده. فحين ظهرت غرر هذا الحق وأضاحه وأنار مصباحه بل إصباحه، ضم الملوك جميع ما حصله من بدائع البدائه أولا وفرطا، الفرط المتقدم في الماء، وآخرا وواسطا، ورتب الجميع على الشرط الأول من ترتيب الحكايات والأخبار على ترتيب الأعصار، إلا ما يقتضي تقديمه فرط مشابهة ومشاكلة وزيادة مقاربة ومماثلة، وهو فن لم يجمعه قبل أحد ولا سطرته قبل يدي يد، وقد حمل منه الملوك منه الفذ في فنه إلى الفذ في سلطانه، والغريب في حسنه إلى الغريب في إحسانه. وجملة ما في هذا الكتاب لا تعد ما في 5 أبواب: الباب الأول في بدائع بدائه الأجوبة، الباب الثاني في بدائع بدائه الإجازة، الباب الثالث في بدائع بدائه التمليط، الباب الرابع في بدائع بدائه الاجتماع على العمل في مقصود واحد، الباب الخامس في بقية بدائع البدائه. ولا بد من تقدمة فصلين قبل سياقة الأبواب، أحدهما في اشتقاق البديهة والارتجال، والثاني في الفرق بينهما. من التراث العربي بدائع البدائه
لابن ظافر الأزدي. وأول فصول هذا الكتاب في اشتقاق البديهة والارتجال. يقول المؤلف: الارتجال مأخوذ من الانصباب والسهولة، ومنه قيل شعر رجل إذا كان صبتا غير جعد ومسترسلا غير منقبض، وقيل من ارتجال البئر، وهي أن ينزلها الرجل برجليه من غير حبل. فكأنما شبه اقتدار الشاعر على القول من غير فكرة ولا أهفبة باقتدار نازل البئر على النزول من غير حبل ولا آلة. والبديهة مشتقة من بدها يبده، بمعنى بدأ يبدأ، أبدأ الهمزة هاء لقربها منها، كما قال لهنك بمعنى لأنك، وكما أبدأ الحاء أيضا بالهاء لقربها منها فقالوا مدح ومدها. واشتقاق الارتجال والبديهة وإن كانا متقاربين، إلا أن أهل هذه الصناعة ميزوا كل واحد منهما عن الآخر بما سنذكره في الفرق بينهما. يقول المؤلف: الارتجال هو أن ينظم الشاعر ما ينظم في أوحى من خطف البارق واختطاف السارق وأسرع من ارتماح العاشق ونفوذ السهم المارق، حتى يخال ما يعمل محفوظا أو مرئيا ملحوظا من غير حاجة إلى كتابة ولا تعلل بتقفية، وتنفرد عند ذلك قضية الحال باختراع الوزن والقافية، وهم الشهود العدول الذين يجب الرجوع إليهم، ولا يجوز العذور بالشهادة على استطاعته، وأن ذلك المنظوم ابن ساعته. والبديهة أن ينزل عن هذه الطبقة قليلا ويفكر مقصرا لا مطيلا، فإن أطال ذو البديهة الفكرة انعكست القضية وخرجت من حد البديهة إلى حد الروية، وعند ذلك تقصر نهضة الاعتذار عن بلوغ ذلك المقدار، إذ المرتجل والبادئ يقنع منهما بالرديء اليسير، ولا يقنع من المروي إلا بالجيد الكثير. وكفاك في ذكرهما قول ابن المعتز: القول بعد الفكر يؤمن زيغه شتان بين روية وبديه. وقول ابن جريج: نار الروية نار جد منضجة، وللبديهة نار ذات تلويح. وقد يفضلها قوم لعاجلها، لكنه عاجل يمضي مع الريح. وحسبك بهرب إنام الشعراء وفاتكهم في البديهة، فما ظنك بالارتجال؟ وإن كان عبد الله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج يوم النهروان يقول، وهو البدوي الفصيح والعربي الصريح: إياكم والرأي الفطير والكلام القضيب. يقول هذا في مطلق الكلام، وهو غير مقيد بوزن ولا قافية، فكيف الظن بالمقيد منهما؟ لعمري إنه لمقام يجبن فيه الشجاع ويكذب فيه رائد الفكر في طلب الانتجاع. من التراث العربي بدائع البدائع لابن ظافر الأزدي. ومن فصول هذا الكتاب قال علي بن ظافر: واتفقت لي وللقاضي الأجل شهاب الدين يعقوب سفرة إلى البيت المقدس للتبرك بما هناك من البقاع المقدسة والمشاهد المعظمة وأجداث الأنبياء المباركة الطيبة. فلما جد بنا المسير وسهل من فراق الأهل والأوطان العسير، وقطعت المطايا بنا الربا والوهاد، ولم يسمع إلا هيدا وهاد، صنع الشهاب يا رب سير كالشهاب المحرق، قدحته من زند عود أورق، يسير في الخرق مسير الأخرق، فهل رأت عيناك عدوى النقنق، حتى إذا ما افتر ثغر المشرق. ثم استجازني فقلت: ولاح في الجو احمرار الشفق، كالخمر صبت في زجاج أزرق، بدا على الآل قطار الأينق، كمثل سطر في بياض مهرق، أو كالمداري في مشيب المفرق، كم بازل في بحره كالزورق، أو كهلال مشرق
في زبرقي. وهذه أيضا حكاية بديعة تشتمل على نوعي الإجادة القديم والعصري، قصدت بإرادها في هذا الموضع أن تكون دهليزا للخروج من القسم الأول والدخول في القسم الثاني لما بينهما من الاشتراك فيها. روي من طرق مختلفة كتبت أكملها وأتمها أن الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر ارتاح إلى منادمة من بعد عهده بمنادمته أو من لم يره، وحضره صاحبه الحسن بن محمد بن طالوت وكان أخص الناس به، فقال له: لا بد لنا من يومنا هذا من ثالث نطيب بمعاشرته ونلتذ بصحبته ومؤانسته، فمن ترى أن يكون طاهر الأعراق غير دنس الأخلاق؟ فأعمل فكره وأمعن نظره وقال: أيها الأمير، قد خطر ببالي رجل ليست علينا في مجالسته كلفة، قد خلى من إبرام المجالسة وبرئ من ثقل المؤانسة، خفيف الوقفة إذا أحببت، سريع الوثبة إذا أمرت. قال: ومن ذاك؟ قال: ماني المسوس. قال: أحسنت والله. فتقدم إلى أصحاب الأرباع بطلبه، فما كان بأسرع من أن اقتنصه صاحب ربع الكرخ، فصار به إلى باب الأمير، فأدخل الحمام، وأخذ من شعره، وألبس ثياب النظافة، ثم أدخل عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير. فقال: وعليك السلام يا ماني، ألم يأني أن تزورنا على حين تلقان منا إليك ومنازعة قلوبنا نحوك؟ فقال ماني: الشوق شديد، والمزار بعيد، والحجاب عتيد، والبواب فضل، ولو سهل الإذن لسهلت علينا الزيارة. قال: لقد ألطفت في الاستئذان، فلا تمنع في أي وقت شئت من ليل أو نهار. ثم أذن له فجلس، ثم دعا بالطعام فأكل، ثم غسل يده وأخذ مجلسه. وكان محمد قد تشوق إلى السماع من تنوسة جارية ابنة المهدي فأحضرت، فكان أول ما غنت: ولست بناس إذا غدوا فتحملوا دموعي على الأحباب من شدة الوجد، وقولي وقد زالت بليل حمولهم، بواكر تخذي لا يكن آخر العهد. والتخذي أي تسرع. فقال ماني: أحسنت والله بحق رأس الأمير، إلا ما زدت فيه، أقمت أناجي الفكر والدمع حائر بمقلة موقوف على الجهد والصد، ولم يعدني هذا الأمير بعزه على ظالم قد لج في الهجر والصد. فاندفعت تغنيه، فرق محمد بن عبد الله له وقال: أعاشق أنت يا ماني؟ قال: فاستحيا. وغمره ابن طالوت لألا يبوح له بشيء فيسقط من عينه، فقال: بل هلع مطرب أعز الله الأمير، وشوق كان كامنا فظهر، وبعد شيب من صوة. ثم اقترح محمد على تنوسة هذا الصوت من شعر أبي العتاهية: حجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلامة، لو رضوا بالحجاب هانا، ولكن منعوها يوم الرحيل الكلامة. فغنته فطرب محمد، فقال ماني: مع لقائل هذا الشعر لو زاد فيه. فتنفست ثم قلت لطيفي: آه لو زرت طيفها إلمامة، خصها بالسلام سرا، وإلا منعوها لشقوتي أن تنام. فكان أبعث للصبابة بين الأحشاء، وألطف تغلغلا على كبد الظمآن من زلال الماء، مع حسن تأليفه نظامه وانتهائه إلى غاية تمامه. قال محمد: أحسنت والله يا ماني. ثم أمر تنوس بإلحاقها هذين البيتين بالأولين، ففعلت، ثم غنت هذين البيتين من شعر أبي نواس: يا خليلي ساعة لا ترينا، وعلى ذي صبابة فأقيما، مررنا بدار زينب إلا فضح الدمع سرها المكتومة. فاستحسنه محمد، فقال ماني: لولا رهبة التعدي لأضفت إلى هذين البيتين بيتين لا يردان على سمع ذي لب إلا صدر استحسانه لهما. فقال محمد: الرغبة فيما تأتي به حائلة دون كل رهبة، فهات ما عندك. فقال: ظبية كالغزال لو تلحظ الصخر بطرف لغادرته هشيمة، وإذا ما تبسمت خلت ما تبدي من الثغر لؤلؤا منظومة. فقال محمد: أحسنت والله فأجز، لم تطم اللذات
إلا لمن طابت له لذة تنوسة، غنت بصوت أطلقت عبرة، كانت بحسن الصبر محبوسة. فأجاز ماني فقال: وكيف صبر النفس على غادة تظلمها إن قلت طاووسا، وجرت إن شبهتها بانة في جنة الفردوس مغروسة. ثم سكت فقال محمد: فأعد لي وصفك لها. فقال: وغير عدل إن قرنا بها جوهرة في التاج ملموسة، جلت عن الوصف فما فكرة تلحقها بالنعت محسوسة. فقالت تنوسة: وجب علينا يا ماني شكرك، فساعدك دهرك وعطف عليك إلفك، وقارنك سرورك وفارقك محذورك، والله تعالى يديم لنا السرور ببقاء من بقائه اجتمع شملنا وطاب يومنا. فأنشأ يقول: ليس لي إلف فيقطعني، فارقت نفسي الأباطيل، أنا موصول بنعمة من حبله بالحمد موصول، أنا مشمول بمنة من منه في الخلق مبذول، أنا مغبوط بزورة من ربعه بالمجد مأهول. فأومى إليه ابن طالوت بالقيام فنهض وهو يقول: ملك عز النظير له، زانه الغر البهاليل، طاهري في مركبه، عرفه للناس مبذول، دم من يشقى بصارمه مع هبوب الريح مطلول. فقال محمد: وجب جزاؤك لشكرك على غير نعمة سلفت منا إليك. ثم أقبل على ابن طالوت فقال: يا هذا، ليست خساسة ثوب المرء وإنضاع المنظر ونبو العين بمذهبة جوهر الأدب المركب فيه، ولله ضر صالح بن عبد القدوس حيث يقول: لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول، فلربما افتخر الفتى فرأيته وسخ الثياب وعرضه مبسول. قال ابن طالوت: فما رأيت أحدا أحضر ذهنا منه استقول له الجارية: عطف عليك إلفك، فينفيها بقوله: ليس لي إلف فيقطعني. قال: ولم يزل مجريا عليه رزقا سنيا إلى أن مات. من التراث العربي بدائع البدائع لابن ظافر الأزدي. ويتحدث المؤلف عن الإجازة، وفيه تكون لشعر قديم، فمنه إجازة بيت ببيت كما روى إسحاق الموصلي قال: قال أبو المجيب شداد بن عقبة: دعا رجل من الحي يقال له أبو سفيان رجلا من حيه اسمه القتال الكلابي إلى وليمة، فجلس القتال ينتظر رسوله ولا يأكل حتى ارتفع النهار، وكانت عند امرأته فقرة من حوار، فلما يأس قال: فإن أبا سفيان ليس بمولم، فقومي فهات فقرة من حوارك. قال إسحاق: فقلت له: ثم ماذا؟ قال: لم يأتي بعده بشيء، إنما أرسله يتيما، فقلت: أفلا أزيدك إليه بيتا آخر ليس بدونه؟ قال: بلى. فقلت: فبيتك خير من بيوت كثيرة، وقدرك خير من وليمة جارك. فقال: بأبي أنت وأمي، والله لقد أرسلته مثلا وما انتظرت به العرب، وإنك لبز فراز ما رأيت في العراق مثله، وما يلام الخليفة على أن يدنيك ويؤثرك ويتملح بك، ولو كان السباب يشترى لابتعته لك بإحدى يدي ويمنع عيني، على أن فيك بحمد الله منه بقية تسر الودود وترغم الحسود. هذا من رواية الأصبهاني في كتاب الأغاني، تتصل بعمر بن شبه وحماد بن إسحاق، وفي رواية له تتصل بالأخفش ويزيد المهلبي أن إسحاق قال: أخبرني أبو زياد الكلابي قال: أولم جار لي، وذكر الحكاية، والبيت الأول فيها لأبي زياد، فعلى هذا تكون من إجازة بيت عصري ببيت. ومن ذلك ما روي عن أحمد بن أبي فنن قال: دخل أبو نواس على الدلفاء جارية بن طرخان، ودخل على إثره مروان بن أبي حفصة فرفعه مولاها عنه، فغضب وقال: أجيزي لجرير، غيضنا من عباراتهن وقلن لي: ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟ فقالت: وكانت تشبب بالرشيد: هيجت بالبيت الذي أنشدتني حبا بقلبي للإمام لفينا. فقال أبو نواس عند ذلك:
وخرج وهو ينشد: عجبا من حماقة الدلفاء، تتشهى فيا شل الخلفاء. قال ابن أبي فنن: فأجزت أنا قول أبي نواس، وأكثر الناس يرونه له: لو تشهيت غيره كان أولى من شهوات الأكفاء للأكفاء. وروى أحمد بن معاوية قال: قال لي رجل: تصفحت كتبا فوجدت فيها بيتا جهدت جهدي أن أجد من يجيزه فلم أجد، فقال لي صديق: عليك بعنان جارية الناطقية، فجئتها فقلت أجيزي، فما زال يشكو الحب حتى رأيته تنفس في أحشائه وتكلم، فلم تلبث أن قالت: ويبكي فأبكي رحمة لبكائه، إذا ما بكى دمعا بكيت له دما. وروى العباس بن رستم قال: دخلت مع أبان اللاحقية على عنان في خيشها، فقال: العيش في الصيف خيش، فقالت مسرعة: إذ لا قتال وجيش. قال: فأنشدتها لجرير: ظللت أواري صاحبي صبابتي، وقد علقتني من هواك علوق. فقالت: إذا أغفل الخوف اللسان تكلمت، بأسراره عين عليه نطوق. من التراث العربي بدائع البدائع لابن ظافر الأزدي. ويقول المؤلف في أحد فصول كتابه بدائع البدائع: ومما وقع من هذا الباب، وكانت الإجازة في وسط الشعر صلة لمعنى منقطع، ما أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي القرموني قال: أنشد والدي الشيخ أبو الحسن علي بن محمد اليحصبي القرموني قول ابن الرومي: شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آبي، خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب. فقال: هذان البيتان منقطعان ويحتاجان إلى ما يصل بينهما. فقال بديها: اليوم فيه كأنه من طوله يوم الحساب، والليل فيه كأنه ليل التواصل والعتاب. ثم يتحدث المؤلف عن التمليط، ويقول: هو أن يجتمع شاعران فصاعدا على تشريد أفكارهم وتجريب خواطرهم في العمل في معنى واحد. وأما اشتقاقه فذكر ابن رشيق في كتابه أنه من أحد شيئين: إما أن يكون من الملاطين، وهما جانبا السنام في مرد الكتفين. قال جرير: ظللنا حوالي خدر أسماء وانتحى، بأسماء موار الملاطين أروح. فكأن كل قسيم أو بيت ملاط، أي جانب من البيت أو القطعة. والآخر أن يكون من الملاط، وهو الطين يدخل في البناء ويملط به الحائط تمليطا، أي يدخل بين اللبن حتى يصير شيئا واحدا. قال علي بن ظافر: فمن التمليط ما يكون بين شاعرين، ومنه ما يكون بين شعراء، ومنه ما يكون بقسيم لقسيم، ومنه ما يكون بيت لبيت، ومنه ما يكون ببيتين لبيتين. والفرق بينه وبين الإجازة أن التمليط يتفق فيه الشعراء قبل العمل على العمل، أو يندبون لذلك، وتتكرر منهم المناوبة، وهذا ليس من شروط الإجازة. مثلا يقول امرؤ القيس: أحار ترى بريقا هب وهنا، فقال زميله: كنار مجوس تستعر استعرارا. فقال امرؤ القيس: أرقت له ونام أبو شريح، فقال التوأم: إذا ما قلت قد هدأ استطارا. فقال امرؤ القيس: كأن حنينه والرعد فيه، فقال التوأم: عشار واللهن لاقت عشارة. فقال امرؤ القيس: لم يترك ببطن الأرض ظبيا، فقال التوأم: ولم يترك بجهلتها حمارة. فقال امرؤ القيس: فلما أندنا لقفا أضاح، فقال التوأم: وهد أعجاز ريقه فحارة. فقال امرؤ القيس: لا أتعنت على أحد بعد ذلك بالشعر، فقيل إنه عز على ابن حجر مماتنته ومساواته له، وآل ألا ينازع شاعرا أبدا، وكان أبو عبيدة يقول: هي محمولة عليه. وروى ابن الكلبي عن أبيه قال: حدثني شيخ من بني زياد بن عبد المدان، وكان عالما بقومه، قال: نشأ غلام من بني جنب يقال له رفاعة ويقال له المحترش، فنبغ في الشعر وماتن شعراء قومه حتى أبر عليهم، فلما وثق من نفسه بذلك قال لأبيه: لأخرجن في قبائل اليمن، وهناك التقى بإحدى الجواري. قال: سوام تداعت سومها وعجافها، فقالت: حوامل أثقال تنوء فترزح.
فقلت إذا أيهت في حجرتيها رعاؤها؟ فقالت سمت فرق منها شوامر لقح، دواء تداعى بالجنين عشارها، فتبرح نارا أو تبيت فتسنح. فقلت وإذا وصلت أرضا سقتها بذرها؟ قالت أفاويق رسل محضة لا تضيح. فقلت إذا انفسحت أخلاقها خلت ما جرى، فقالت على الأرض منه لجة تتضحضح. فقال أمطلقة أم ذات بعل؟ فقالت عقال لعمر الله، لو شئت بته شرادة، ولكن التكرم أجدر. فقمت إلى راحلتي، فقالت العجوز رويت أم أحلب لك أخرى؟ فقلت أروتني الأولى. فقالت ألحق الآن بأرضك. من التراث العربي بدائع البدائع لابن ظافر الأزدي. ومما يرويه علي بن ظافر في كتابه قال كنت في بعض العشايا بالقرافة أنا والأعز بن المؤيد رحمه الله في منزل قد انعطفت قدود أشجاره وابتسمت ثغور أزهاره وذاب كافور مائه على عنبر طينه ومدت بكاسات الجلنار بنان غصونه والنسيم قد خفت فاعتل وأسقط رداؤه في الماء فابتل ووهت قواه فضعف عن السير واشتد مرضه حتى ناحت عليه نوائح الطير فاقترح علينا أصحاب لنا كانوا معنا أن نصنع في صفة تلك العشية على هذه القافية فقال الأعز جاء النسيم إلى الغصون رسولا ومشى يجر على الرياض ذيولا فقلت نشوان يعثر في الخمائل عابثا بالزهر مبلول الرداء عليلا فقال فتمايلت قاماتها فكأنما شربت بكاسات الشمال شمولا فقلت فكأنه قد هز رايات له خضرا وسل من المياه نصولا فقال قد أطلعت من زهرها غررا ومن جار المياه يسوقها تحجيلا فقلت تحكي العرائس في القلائد للثرى لبست خلاخل فضة وحجولا فقال ضحكت مباسم زهرها ولطالما بكيت بدمع الهاطلات طويلة فقلت وبدا عليها الجل نار كأنه وجنات خود سمتها التقبيلة فقال سلت عليهن البروق صوارما فكسونها منه دما مطلولا فقلت وتناظرت أطيارها فيه وقد أكثرن قالا في الهديل وقيلا وقال علي بن ظافر ومررت أنا وهو رحمه الله يوما بدولاب يئن أنين ثكالة فقدت أطفالها والنواعج أضلت آفالها ويبكي بكاء صبا ألمه هواه وصارمه من يهواه وفرق البين وبينه وبين محبوبه فراقا لا يرجى انقطاعه ولا يمكن استرداد ما سلبه منه ولا استرجاعه فقلبه قد ملأته أوجاعه وجفنه قد ضاق مجراه عن دمعه فتفتحت به أضلاعه فقلت وساقية تئن أنين ثكلى شكت بأنينها حر الأواري فقال تحن ولا تزال تطوف عجلا فرازمة تحن إلى حواري فقلت غدت تحكي محبا ذا انتحاب يطوف باكيا في رسم داري فقال حكت فلكا لجلب اللهو دارت عليه من قوادسه لراري وبصرن بساقية تتلوى تلوى الأفعوان وتقفق خفقات قلب الجبان والزهر قد نظم بلبتها عقودا فوق أثوابها الممسكة والنسيم يكسوها ويلبسها غلائل مفركة فقلت أساقية أم أرقم فر هاربا فقال أم الريح قد هزت من الماء قاضبة فقلت حصن مثل ذر الثغر أجرى زلاله رضابا وأبدى نبته النضر شاربة فقال يوشحها الزهر الرياض قلائدا ويلبسها مر الرياح جلابدا واجتمعت أنا وشهاب الدين يوما فتعاطينا القول في صبي ينعت بالشمس فقال وشمس متى أشرقت يكسها الحيا شقيقا ويلبسني الهوى حلة الورس فقلت يلوح فأبكي حين أنظر وجهه وبالقصر يبكي من يحدق
للشمس من التراث العربي. بدائع البدائع لابن ظافر الأزدي. ومن فصول الكتاب ما ينقله المؤلف عن ابن بسام في كتابه الذخيرة أن جماعة من الأندلسيين ومنهم أبو الفضل صاعد اللغوي دخل على المنصور بن أبي عامر المعافري كفيل المؤيد بن الحكم بن الناصر الأموي والمتغلب على دولته، فأهدى إلى المنصور وردة منطبقة في غير أوانها، فقال لصاعد: قل فيها شيئا. فارتجل: أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها راسها. فأفرط المنصور في استحسانها، فحسده ابن العريف أحد الندماء وقال: إنهما ليسا له، وقد أنشدنيهما بعض البغداديين بمصر لنفسه، وهما عندي على ظهر كتاب بخطه. فقال المنصور: أرنيه. فخرج ابن العريف وركب وجعل يحث حتى أتى مجلسي ابن بدر، وكان أحسن أهل وقته بديهة، فوصف له ما جرى فقال هذه الأبيات ودس فيها بيتي صاعد: عشوت إلى قصر عباسة وقد جدل النوم حراسها، فقالت أسال على هجعة؟ فقلت نعم، فرمت كاسها ومدت يديها إلى وردة يحاكي لك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها راسها، فأليت عنها على عفة وما خنت ناسي ولا ناسها. فطار ابن العريف بها وعلقها على ظهر كتاب بخط المشرقي وتحيل حتى غير المداد ودخل بها على المنصور، فلما رآها اشتد غيظه على صاعد وقال للحاضرين: غدا أمتحنه، فإن فضحه الامتحان لم يقم في مكان لي فيه سلطان. فلما أصبح طلب فحضر وأحضر جميع القدماء، فدخل به وبهم إلى مجلس حفل قد أعد فيه طبقا عظيما فيه سقائف مصنوعة من جمع النوار، عليها لعب من ياسمين في شكل الجوار، وتحتها بركة ماء قد ألقي فيها لؤلؤ مثل الحصباء، وفيها حية تسبح. فقال لصاعد: بلغنا أنك تكذب في شعرك، وقد وقفنا على حقيقة ذلك، وهذا يوم إما أن تسعد فيه عندنا وإما أن تشقى، وهذا طبق ما أظنه حضر بين يدي ملك قبلي، فصفه حالا. فقال صاعد بديهيا: أبا عامر، هل غير جذواك واكف؟ وهل غير من عاداك في الأرض خائف؟ يسوق إليك الدهر كل غريبة، وأعجب ما يلقاه عندك واصف، وشائع نور صاغها هامر الحيا عليها، فمنها عبقر ورفارف، ولما تناهى الحسن فيها تقابلت عليها بأنواع الملاهي الوصائف، وأعجب منها أنهن نواظر إلى بركة ضمت إليها الظرائف، حصاها الآلي سابح في عبابها، من الرقش مسموم اللعابين راجف، ترى ما تشاء العين في جنباتها من الوحش حتى بينهن السلاحف. فاستغربت له يومئذ تلك البديهة في مثل ذلك الموضع، وكتبها المنصور بخطه، وكان إلى ناحية من تلك السقائف سقيفة فيها جارية من النوار تجدف بمجاديف من ذهب لم يرها صاعد، فقال له المنصور: أجدت، إلا أنك لم تصف هذه الجارية. فارتجل: وأعجب منها غادة في سفينة مكللة تصبو إليها المهاتف، إذا راعها موج من الماء تتقي بسكانها ما أنذرته الرواجف، متى كانت الحسناء ربان مركب تصرف في الكفين منها المجاذف، ولم تر عين في البلاد حديقة زهتها أزاهير الربا والزخارف، ولا غرو أنشاقت معاليك روضة تقلبها في الراحتين الوصائف، فأنت امرؤ لو رمت نقل متالع ورض وذرتها من سطاك العواصف، إذا رمت قولا أو طلبت بديهة فكلني لها إني لمجدك واصف. فأمر له المنصور بألف دينار ومئة ثوب، وأجر عليه في كل شهر 30 دينارا، وألحقه في ديوان الندماء من التراث العربي.